إذا مات الناس فإنهم يبعثون بعد موتهم كما قال الله عز وجل زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثون فإنهم سيبعثون كما قال عز وجل منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى الذي هو البعث فالناس بعد موتهم يبعثون من قبورهم ويصيرون إلى الحساب يوم القيامة وهذا أصل عظيم يجعل الإنسان يحرص على إتقان العمل وعلى إحسان العمل لأنه إذا علم أنه مجازى وأنه محاسب فليحاسب نفسه قبل أن يحاسب وأن يستعد للسؤال يوم